انا هي المراه اللي نهار توفى راجلي اتزوجت بعمو، وليت الدخله دار فيا واحد الحاجه غريبه عجيبه. يجي نعاود لكم قصتي وانتم حكموا. السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم، برنامج سمح حكيتي، برنامج المشاكل والحلول، برنامج اللي كنعتبره البرنامج الجميل والمفيد في اليوتيوب كامل من هذه الناحيه ديال القصص. الحمد لله، لانني كنبداو بالنصائح ديالنا، قصه ونصيحه مع امينه والمتابعين والمتابعات ديالها. تبارك الله عليكم كاملين، وشكرا لكم على دعائكم معايا والله يخطيكم عليا. ويلا نسمعوا القصه ديال اليوم مجموعين. السلام عليكم، الاسم ديالي سلوى وفي العمر ديالي 34 سنه، واليوم جيت نعاود لكم القصه ديالي ومجرى فيها. انا بنت تربيت وتزاديت وسط اسره محافظه وعلى قد الحال، كنا ساكنين غير في الكاريان. الاب ديالي راجل مسكين كيخدم فاش ما جاب الله، اما الام ديالي ربت بيت. حنا خمسه بينا، جوج ديال الاولاد وثلاثه ديال البنات، وانا هي الكبيره فيهم كاملين. تربينا واحد التربيه الحمد لله حسنه، واخا ما كانش عندنا وكنا على قد حالنا، ربنا الوالد على القناعه وعلى الرضا، وكنا قانعين باش ما عطانا الله. الحمد لله عشنا حياه صعيبه بزاف ديك الكاريان، ودازت علينا بالمزيان، ولكن ربي دغيا كيبدل الساعه. الاب ديالي كان عنده باه لاباس عليه، ولكن هاد باه الله يرحمه ويوسع عليه كان شويه قاسح، وكان تزوج بالمره الثانيه وسمح في ولادو كاملين. المره الثانيه ما ولدت معاه لا الولد ولا البنت. نهار توفى جدي رجعوا الاملاك ديالو وداكشي كامل اللي عنده لولادو، من بيناتهم الاب ديالي. الاب ديالي تا هو دا حقه في داكشي اللي خلاه باه، وهداك الورث هو اللي خلى الاب ديالي تغير الحياه ديالو كامله، وتغيرت حياتنا معاه. حيت الوالد اون فوا خدا الورث ديالو، ما تبدلنا اول حاجه هي السكنه. الحمد لله تبدلت حياتنا بشويه بشويه، شويه دار به واحد البيعه وشريه، وشويه بدل لينا به السكنه. الحمد لله ولات الحياه ديالنا مزيانه. بالنسبه ليا قريت للسابعه، فهاد الوقيته هادي كنت بلغت وانا باقا صغيره في العمر ديال 11 سنه، كنت انا بالغه. داكشي علاش النفسيه ديالي ما قدرتش نهائيا تواكب في القرايه، وقلت لهم ما بغيتش نقرا. واخا والديا عيو معايا باش نقرا، ولكن كنت رافضه المساله ديال القرايه بصفه نهائيه. اما خواتاتي وخوتي كملوا القرايه ديالهم. دازت الايام ودازت السنوات، وصلت انا للعمر ديال 15 سنه، وهنا الام ديالي ولات كتحس بالتغيير. الوالد ديالي تغير عليها بزاف، وسببه واحد السيده دخلت لحياتنا، وهاد السيده كانت صاحبة واحد عمتي. هاد عمتي كانت طلقت وخلات جوج الدراري مع راجلها، وكانت رفضت انها تجيب ولادها معها. راجلها كانوا كيعاودوا عليه كيقول لك درويش ولا يمرها سلعه، والعيب فيها هي، ولكن هي قالت لهم لا. قال لك سيدي هي العائله ديالو ما كانوش مزيانين معاها، وكانوا كيتكرفسوا عليها، داكشي علاش طلبت منه الطلاق. فاش طلبت من راجلها الطلاق جات لصقت فينا حنايا، سمحت في ولادها وسمحت في كلشي وجات عندنا. وكانت دائما كتجي عندها واحد صاحبتها. بالنسبه للتفاهم هي والام ديالي كانوا كيتفاهموا، ولكن ملي بدات كتجيب داك صاحبتها اللي كانت خدامه معاها في واحد الشركه، صافي الحياه ديالنا غادي تقلب. الاب ديالي ولا داير علاقه مع صاحبه عمتي، وبخبر عمتي. عمتي كانت كتنكر كتقول لهم عمر هادشي ما كاين، ولكن الام ديالي جاها واحد الخبر واحد النهار اللي صحيح وبالدلائل وبالبراهين، وقالوا لها باللي ان راجلك راه كيمشي عندك خيتي للبلاصه والفلانيه. المهم الام ديالي ما بقاتش تحكم عليه، اول حاجه دارتها هي تبعت الخطوات ديالو، وفعلا لقاتو كيدخل واحد الدار، وديك الدار هذيك كانت كريها عمتي وصاحبتها. عمتي فاش كيبغي الاب ديالي يمشي عند صاحبتها للدار كانت كتجي عندنا حنايا، وكتعطيهم هما في المساحه فين يديروا علاقه. انا كنت شاكه بلي الاب ديالي داير علاقه مع صاحبتها، نظرا للنظرات ديالهم اللي كانوا كيشوفوا بعضياتهم فاش كتجي عندنا صاحبتها. الاب ديالي كان كيشوف فيها واحد الشوفات اللي ماشي ديال اللاباس. انا كنت كبيره وكنعرف كلشي، ولكن كنت كنغض البصر وكنقول ربما غادي نظلم الاب ديالي، ماشي مشكل. ولكن فاش جا امي الخبر بلي ان الاب ديالي كيخونها مع صاحبة عمتي، ام ديالي مسكينه ما قالت ما هضرت ما والو، بقات ساكته وتصرفت بالعقلانيه، وتبعاتو بغات تعرف الحقيقه من الكذوب. فعلا لقات الاب ديالي كيدخل عند ديك السيده وكيصرف ليها، وكذلك كيدير معاها كلشي، يعني كيدير معاها الحرام. صافي هنا الام ديالي ما سكتاتش، ولكن ما شوهاتوش ولا دارت يديها في ودنيها وجمعت عليه امه لا اله الا الله. تصرفت بالعقل، قالت لي شوف اولاد الناس انا ما نشوهك ما تشوهني، صافي اختاريتي طريق الحرام الله يسهل عليك الله يبارك لك فيه. انا ما بقيتش باغا نجلس معاك دقيقه واحده. قالت لي وانا ما غاديش ندير بحال اختك، ولادي ما غاديش نسمح فيهم، واخا نهزهم بسناني. عيا مع الاب ديالي قال ليها ما كاينش من هذا الشيء والو، عطاتو الدلائل وعطاتو البراهين، وقالت لي ما تقوليش هذا الشيء هذا، سير قولو لشي وحده اللي كترضع صبعها. اما انايا راني عارفك
وها كيفاش وها فوقاش تبعتك وها فوقاش دخلتي عندها وباش دخلتي وباش خرجتي. المهم فاش عطاتو الدلائل والبراهين قالت ليه شوف انا ما شوهتك، ما بغيت نفتح كلام مع خوتك ولا مع العائله ديالك، حاجه وحده اللي كنطلبها منك دابا غادي تطلقني، ونبينا عليه الصلاه والسلام عطيني حقوقي حقوق ولادي. قلت له حاجه وحده اللي غادي نطلبها منك، انا ما غاديش نمشي عند والديا، انا غادي تكري ليا ولا تشوف شنو غادي دير ليا، المهم عطيني حقوقي. قال لي لا لا ما طلبتي غير الموجود، مادام انت طلعتي بنت الناس وما بغيتيش تطلقي وهادي هضرك تكون لي فيها انا اللي غادي نخوي، وولادك غادي يبقاو معاك وانا غادي نصرف عليهم، وانا هو كلب احمر اللي ما قدرتش نحافظ على مراتي. المهم الام ديالي عطات واحد الدرس صعيب الاب ديالي، فعلا غادي تطلقوا هي وياه. صافي طلقوا، ولا الوالد كيخدم وكيعطي لامي وكيصرف علينا، بقى ساكن مع ديك الخانزة. ما عمتي جرات عليها امي، قلت ليها كنت عايشه انا وراجلي بخير وعلى خير، وكنعم علينا ربي بالحلال، وجيتي انت دخلتي بحال السوسه بيناتنا، وجبتي لينا هاد البنت الحرام اللي دخلت شيطان بيناتنا، ورجعت راجلي كيدير الحرام وهو كان ناعم عليه الله بالحلال، ما عمره ما رجلو الزنق حتى بنتي انتي في حياته. المهم ما خلات ليهاش في الخرج، معات ليها الساك الحوايج ديالها ولاحتو ليها مع الدروج، قالت لها زيدي ايا يلا قرا سيري بحالك عليا، خوك اللي كان جامعنا تفارقت انا وياه، عيد ديك عمتي اضطر وتنزل، ولكن في الاخر ما دات من امي لا حق لا باطل، واخا الصراحه كانت دارت لينا المشاكل كثيره في حياتنا، وكانت هي السبب باش حنايا سبحان الله العظيم حياتنا تخربت. عمايل والام ديالي والاب ديالي مطلقين، كانت تبع ديك الهجاله حتى لواحد النهار غادي يلقاها مع شي واحد، عرفتو شدهم قطي، كان مازال مزوجش بها، كان غير متصاحب معاها، كان عايش هو وياها في الحرم وفي الويل، حتى لواحد الوقيته اللي قلت لكم لقاها مع شي واحد، تما شدها كان غادي يفوت فيها واحد الضربه. اب ديالي تشد في الحبس تقريبا شي 6 شهور هو في الحبس، وجاب الله ما قتلوش، وكان قتلها حتى هي، دار فيها واحد الاماره، ولكن من بعد صافي غادي تنتزلو على ديك الدعوه وغادي يخرج من الحبس. فاش خرج جا لعندنا كيرغب وكيزاوق، كان كيبوس لامي رجليها من القاع كيقولها العار الا ما سمحي لي. ديك الوقيته انا كنت تخطبت وكنت غادي نتزوج، اب ديالي ما حضر لا الخطوبه ديالي لا والو حيت كان في الحبس. فاش خرج لقاني مخطوبه وغادي نتزوج بقى مسكين كيبكي، قال لي الله ياخذ الحق بنتي اللي كان حيله وسبب في هذا الفرق اللي تفارقت معاكم، كنا عايشين بسلام كنا عايشين بخير. المهم الام ديالي ما بغاتش ترجع معاه، قالت ليه النجوم ديال السما قريبين على داك النهار هذاك، ولكن فاش دخلوا نسبنا اللي كانوا غادي يديوني انايا، الناس اللي كانوا غادي يديوني انا دخلوا في هذا المشكل هذا، حاولوا انهم يصلحوهم. صافي الام ديالي بحال نقدروا نقولوا حشمات، وقالت ليهم ماشي مشكل يكون خير ان شاء الله، يدوز العرس ديال البنت ويكون خير. قالوا ليها هما لا ما غادي نديروا ان شاء الله العرس للدراري حتى تصلحي انت وياهم فرحوا بكم. فعلا الام ديالي غادي تنازلوا غادي تولي تجدد العقد مع الاب ديالي وغادي يوليو مع بعضياتهم، ولكن العلاقه ديالهم سبحان الله كانت متوتره، ما كانت هزه الشوكه ديالها على با، حيت الاب ديالي دار واحد الغلط اللي ما كتغفروش للمراه. ام ديالي حاولت انها مسكينه تنازل وتجاوز داكشي كامل اللي طرا ليها على ود الزمن على وديتنا حنايا. المهم جا الوقيته ديال الزواج ديالي. بالنسبه للعرس كنت درت عرس على قد الحال وصافي ما نتفخمش عليكم. بالنسبه للعريس واللي جيت نعاود لكم عليه اليوم، ديتو زواج تقليدي، هو من العائله ديال ماما، كيجيهم شويه في العائله، كيجي لواحد اختها، المهم نقدروا نقولوا ريحه الشحمه في الشاقور. فاش جاو خطبوني الصراحه انا ما تشرطت عليهم ما والو، ولدهم بغاني وانا بغيتو صراحه غير زواج تقليدي، حتى جاو الكبارين يتفاهموا. عاد جا معاهم السيد، فاش شافني وشفتو سولني على الراي ديالي فيه، وسولته على الراي ديالو فيا، لقينا راسنا زعما متوالمين. زواج تقليدي عادي مبني على الاخلاص وصافي والموده والرحمه، ماشي على الحب، حيت ما كان بيناتنا لا حب ولا والو، كان داك التفاهم وداك النظرات وصافي. المهم جا مسكين عطاني اللي كتب الله في رزقي كيف ما كيقولوا، عطاني صداقي. هو كان خدام كان موظف، ولكن موظف على قد الحال ماشي شي حاجه، كان ساكن مع العائله ديالو. المهم قال لي انا مصبر عليا شويه ما غاديش نبقى ساكن مع عائلتي غير على ما يتزوج خويا اللي موراي وغادي نحوي له السيكتور. قلت له سيدي ما عنديش مشكل، اصلا انا ملي خرجت من المدرسه وانا جالسه في دارنا يعني عندي عادي، كيجلس في الدار مع العائله ديالو كيفعز ليا عندي عادي جدا. صافي داكشي اللي درنا، درنا واحد العرس على قد الحال، فرحت بحالي بحال اي بنت مغربيه دارت عرس شعبي في حي شعبي مع عائله الحمد لله، اللي واخا بعد فرق سنوات رجعوا مع بعضياتهم، وكنت فرحانه بزاف حيت الاب والام ديالي ولاو تجمعوا لثاني مره، والاب ديالي خدا واحد الدرس ما عمره ما غادي ينساه، ونتمناه يكون عبره كاع للعيالات وكاع للرجال، خصوصا العيالات اللي كيفرقوا رجالتهم الرجال على عيالاتهم، وخصوصا العيالات اللي ما كيخافوا ما كيحشموا. المهم مشيت بديت حياتي مع هذا السيد هذا اللي قلت لكم كان واحد الانسان الله يعمر ليه الدار، راجلي ما عمرني في حياتي لقيت معاه شي مشكل،
ومن غير واحد المشكل واحد اللي كان جا في الصحه ديالو. من بعد ما دوزت مع راجلي تقريبا عامين ما جابناش الله الوليدات، نوضنا كنجرو على الوليدات بحال اي جوج مزوجين بغاو يولدوا. في الاول راجلي ما كانش عنده مشكل، كيقول لي شوفي واخا يكون مشكل منك انتيا انا قابل عليك. كنت كنقول ليه دابا تخيل نطلع انا عاقره وما كنولدش اشنو غادي دير معايا؟ كيقول لي ما غادي ندير معاك غير الخير والاحسان. قال لي حتى الا كنت مثلا بغيت انا الاولاد نمشيو نتبنى وليد ولا بنيته ونربيهم انا وياك كنت كنقول ليه زعما ما تزوجش عليا. كيقول لي واخا وقع لي وقع في هاد الدنيا ما عمرني غادي نبدلك ما عمرني غادي نغيرك. سبحان الله العظيم اللي كيقول لك لا ما كاينش الحب بعد الزواج، راه الحب هو اللي كيكون بعد الزواج. واخا تزوجنا زواج تقليدي ولا بيني وبين راجلي واحد الحب اللي ما نقولش لكم عليه، كنت كنحماق عليه هو كذلك، وكنت خايفه من هذه المساله ديال الولاد تكون مني انايا. كنت كنقول يا ربي يكون هو اللي عاقر ونجلس مع حياتي كامله ما بغيت لا ولاد ولا بنات، المهم انا بغيت راجلي. صافي فعلا ولينا كنتبعوا داكشي ديال الطبيب. مشينا عند واحد الطبيبه قالت لك اودي انت ما عندك حتى شي مشكل، وباش نعرفوا المشكل واش ربما يكون من راجلك ضروري خصكم ديروا هاد التحاليل وهادي وهادي. عطونا من مجموعه ديال التحاليل، درنا فحوصات، المهم ما خلينا فين ما مشينا. دزنا عند بزاف ديال الاطباء حتى لواحد الطبيبه هي اللي غادي تطلب لنا الفحص لراجلي. في الاول كنت كندير غير انا فحوصات ما كيلقاو عندي والو، وكانت كتمشي معايا عقوسي. في الاول عقوسي كانت معايا مزيانه، غير شافتنا تعطلنا على الاولاد وهي بدات كتنكر، وكانوا لها كيحرشوها بناتها كيقولوا لها كيفاش السيده عامين وهي عند خونا وما جابلاش ما جابلهاش الله الاولاد. واحد النهار وهي تقول لي وانا طابور رجليا معاك في السبيطارات، كون غير خليتي ولدي يتزوج ويولد احسن ما يبقى يخسر عليك في الفلوس. بقى فيا الحال وضرتني في خاطري من الداخل، بكيت حتى شبعت ولكن ما بغيت نبين لراجلي والو. ما كنتش كنبغي نشك ونقول ليه راه اخواتاته وامو راهم كيضلوا يتغمزوا عليا وكيقولوا لي بلي انا عاقره. المهم ربي فين غادي يجيب لي حقي. واحد النهار جيت انا وراجلي وكانت مشات معنا حتى هي، وكانوا طلبوا لراجلي شي تحاليل. راجلي في ديك الوقيته كان عيان وديما مهسهس وديما كيحس براسو عيان وكتطلع له السخانه ما كناش عارفين مناش. كنت كنقول ليه واش هاد السخانه ديما كتطلع لك؟ كيقول لي انا انت كتشوفي العام الاول ملي ديتك ما كان فيا والو، ولكن هاد السخانه راه كانت كتطلع ليا ملي كنت صغير ماشي غير دابا، غير دابا ولات السخانه كتطلع ليا بزاف. ولا السيد مشنشل حتى الوجه ديالو تبدل فيه، السيد زراق وما بقاش كيف ما كان. المهم كان كيقول لي كنحس بالنمل كيطلع معايا. صافي ملي مشينا عند داك الطبيب وطلبت لنا التحاليل قال فيها خير انا غادي ندير هاد التحاليل نعرف شنو عندي. مع كنسول الطبيبه قال ليها انا كنحس بشي اعراض والزعما هاد التحاليل يقدروا يبينوا لي شي حاجه. قال لي الا بغيت، قالت ليه الا بغيتي نديرو لك تحاليل جينيرال باش عارف صحتك ماشي مشكل، ولكن هاد التحاليل هادو ضروري منهم. قال ليها واخا. كنا راني عاقله درنا بزاف ديال التحاليل، شي 2000 درهم وزيده ديال التحاليل اللي كنا دارنا، دار هو التحاليل ودرت حتى انايا. فاش مشينا نشوفوا النتيجه ديال التحاليل كانت معايا عكوزتي، زعما يحسب ليها راه ربما يكون العيب فيا انايا وغادي نسميها فولده، ولكن الحمد لله مي كانت معانا. وهنا غادي تكون الصدمه الكبيره واللي صراحه طاحت علينا بحال شي صاعقه. المهم دخلنا عند الطبيبه حلت دوك التحاليل، قالت الشك ديالي كان في المحل ديالو. كيفاش انا حسب لي كتهضر على الاولاد، ولكن داك الاعراض اللي كانت تشكى راجلي منهم الطبيبه قالت لك شكيت بشي حاجه، وسبحان الله خصكم دابا تشدوا في ريوسكم والدراري ما بقاوش مهمين لان الصحه اهم من الاولاد. بقيت كنقول لها شنو كاين؟ انا خفت شي حاجه فيا. وهي تقول ليها عكوسي يا كما بنيتي الطبيبه راها عروسي مريضه بشي حاجه وما فيها شي مرض. وسبحان الله الطبيبه كنت قلت ليها قبل بلي عكوسي والويساتي راهم كيتغمسوا عليا وراهم بحال كيحرشوا راجلي عليا باش يتزوج عليا وكيقولوا لي العاكره، وكنت عارف بلي هذيك عكوسي مشلق. عكوسي في الصراحه العام الاول كانت مزيانه معايا، غير بناتها هما اللي كانوا كيحرشوا وكيعمروها عليا. جات الطبيبه قالت ليها لا الشريفه بنت الناس ما فيها حتى شي حاجه، بنت الناس صحه سلامه وعافيتها الله يمسك عليها صحتها، المشكل راه عند ولدك. قالت ليها كيفاش انا المشكل عند ولدي؟ الحمد لله ولدي ما جابها لا من خوتو ولا من خواتاتو وكلشي بنيتي حنا كنولدو. قالت ليها على انا جابها مني ولا من باه؟ قالت ليها الشريفه راه تات السيده والديها كيولدو، هي شكون جابها لهاد الدنيا؟ جابها البرد. المهم دارت واحد فيها واحد الدوره شيطانيه، قالت ليها شوفي الشريفه ماشي هذا هو موضوعنا، وزيدوني الا ما بغيتيش تسمعي نوضي خرجي عافاك برا خليني نهضر مع ولدك على انفراد. ايوا جات خارجه هو يقول ليها ولدها حبسي امي، جلسي ماشي مشكله سكتينا مصداع. قال ليها شنو كاين الطبيبه غير قولي لي كنقوليه انا ما كنخبع ما كندرق. قالت ليه انت راه عندك مشكل عندك سرطان الدم. قالتها له بهذا المفهوم. راجلي قال ليها شنو هو؟
قالت ليها ودي هادشي اللي كاين هو هذا وهادشي اللي كيقول التحاليل، ولا ما تيقتيش تقدر تعاود التحاليل. بالنسبه للولاد حتى هو المشكل من عندك وراه عنده العلاج، خصك تعالج، ولكن هاد المرض هذا راه كيهتك بالصحه. المهم دابا ما تخممش كاع في الولاد، لا انت ولا الزوجه ديالك، راكم باقيين صغار والحياه كلها قدامكم. المهم دابا من هادشي كامل هو تعالج راسك. قلت له ان شاء الله غادي تعالج، ماشي راك كبرتي على العلاج ولا راك في البدايه ديال المرض، مازال في المراحل ديالو الاولى، غير حاول تبادر براسك. مهم ما عرفنا باش تبلينا. انا الصراحه كنت كنحس براسي شي دقات ديال الموس كيجوني في القلب ديالي، شي موس كيتخشى وكيخرج من القلب ديالي، بغيت نموت. كنحطيت يدي على قلبي لدرجه انني صافي حسيت براسي غادي نصخف. الطبيبه قالت لي شوفي خصك دابا انت تصبري وتشدي بيد راجلك حيت هو اللي مريض مسكين، ودابا هنا كتبان المراه. قلت لها دكتور انا راجلي ما عمرني غادي نتخلى عليه، وداك المرض اللي كان كيتقسم نقسمو معاه. قالت لي لا الله يعطيك صحتك باش تكوني مع راجلك، ودابا جا الوقت باش توقفي مع راجلك الوقفه ديال الرجال. داكشي اللي كان اخواتاتي اش غادي نقول لكم، تمحنت انا وياه. راجلي مسكين صابر ومحتسب وكيقول غير لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، انا لله وانا اليه راجعون. وكيقول لي شوفي يا بنت الناس ما تخافيش كلشي ديال الله، هل حنا غادي ندوموا في هاد الدنيا موته وحده كيسال علينا الله، وإلا كان مكتب لينا نتعذبوا في هاد الدنيا ما عندنا ما نديروا، نطلبوا الله سبحانه وتعالى ما يردش القضاء ولكن يلطف بينا وصافي. المهم هو جالس كيصبرني وانا جالسه كنبكي. اما امو ما حست براسها تطاحت على وقفتها، عرفتو طاحت لينا في الشارع واحد الشو هذيك النهار. انا صافي قلت لهم الا بقات حتى وقعت شي حاجه لراجلي ما غاديش نعيش من موراه حتى دقيقه. المهم بقيت اخواتاتي هكا كنجري ونجري. في الاول هو ما بغاش يمشي لينا للطبيب، قال لك سيدي انا راني عاد في بدايه المرض، يعني راني مواكب الحياه ديالي، علاش مشينا نخبش في هذا المرض حتى نلقى راسي عاوتاني حاصل. ما بغاش يمشي لينا للطبيب. المهم عينا معاه شي 6 شهور حنا كنراودو فيه والو، حتى غادي ينزل واحد عمو من الخارج. هذا عمو كيكون في الخارج، عمو كبير شويه. المهم فاش جا ساق الخبر بلي ولد خوه مريض، قال له ولد خويا ما يمكنش تبقى نتايا هكا، هاد المرض راه ضروري خصك تجري على راسك. قال لي انا ما عندي ما ندير، وهاد المرض الا بقيت تمشي تقصت فيه ولا مشيت كندير له الدواء راه غادي يهيج عليا. المهم هو كان خايف ولكن كيتدرق ديك لا حول ولا قوه الا بالله، ولكن سبحان الله العظيم حنا غير بشر، وانا براسي راني نخاف، انا خفت بلاصتو الصراحه. المهم هي هذيك راجلي ولا منعزل على راسو ولا معقد، تصورو حتى النعاس ما بقاش كيبغي ينعس معايا، وكيقول لي عندك نمشي عندك نمشي نعاديك بهذا المرض. كنقول ليه هذا الراجل واش انت فيك الجدان باش غادي تعاديني، هذا المرض ما كيعاديش، وتا الا كانت شي حاجه في المكتب انا راه الا كنت انت اللي غادي تنقل لي هذا المرض مثلا كيف ما كتقول انت انا راضيه به وراه عاجبني، غير خليك سيدي معايا كيف ما كنتي. المهم رجعت معاه العلاقه ب 66 كشفة، وسبحان الله في ديك الايامات اللي رجعنا انا ويا العلاقه غادي نطلع حامله. مع كانت خرجت للطبيبه شي دواء قالت له دير هذا ويكون خير، وبالنسبه للمرض ديالك راه خصك اختصاصيين اللي غادي يفهموا في هذا المرض وغادي يقولوا لك شنو خصك دير. المهم وجدتنا كانت صيفطتنا عند بزاف ديال الاطباء، كانت صيفطتنا للسبيطار الكبير ديال المدينه. المهم الصراحه تساعدات معانا. صافي هي هذيك ما بغاش يتعالج من داك المرض، جا عمو وقنعو قال له ضروري خصك تعالج خويا ما يمكنش تبقى هكا. المهم بقينا كنجريو بيه من هنا لهنا من هنا لهنا، حتى لواحد النهار هو واحد الطبيب كيعرف هاد عمو قال لي دابا انت كتكون في اوروبا، زعما الا كان شي امكانيه باش يتعالج السيد على برا ديه على برا يتعالج تما حسن. قالوا لي علاش كيكون مضمون وهادي وهادي، وتما كيتهلا. جا هاد عمو اقترح عليه قال لي واش من امكانك زعما تضحي بخدمتك وتمشي معايا انا نتكلف بالعلاج ديالك. في الاول راجلي ما بغاش، قال لي لا ما يمكنش انا مشيت حتى دقيقه واحده. وسبحان الله العظيم فاش لقاني انا حامله بغى مسكين يموت بالفرحه. قال لي على الاقل غادي نخلي السلاله ديالي، وكان خايف من حاجه وحده ان داك الشيء اللي في كرشي يكون مريض حتى هو. كان دائما مخوف من هذه القضيه هذه. انا قلت لي ان شاء الله غادي تبرى وغادي تولي صحيحتك. المهم بقى عمو كيراود فيه، قال له انا الا بغيت نتعالج غادي نتعالج، ولكن نتعالج هنا غادي نتعالج على ودي تناراتي وولدي، اما انا صافي ما بقى عندي حتى شي غرض في الدنيا. صافي قال لي عمو ما بغيتيش تمشي هي نوض تعالج هنايا، محدني انا هنا نوقف معاك. ناض ما خلى الصراحه في مده، جينا دخلنا لواحد السبيطار. المهم داك الراجل كيتعالج كيدير الكيماوي. المهم داز عليه مسكين، داز عليه واحد العام خايبه. النهار اللي غادي نولد فيه كانت عنده الحصه، صافي خرج من تما كيموت. قلنا حنا ما عمرو ما ياكل الخبز. انا ديك النهار هذيك بقوه ديك الخلعه جاتني الحرق الولاده، كنت ولدت سبحان الله شو السيمانات قبل من الشهر ديالي، قبل من الوقت ديالي، حيت كانت الطبيبه اللي متبعه ليا نفسها هي اللي كانت الصراحه قالت لينا على المرض، وقالت لي باقي لك 15 يوم عاد تولدي.
وجيت انا ولدت قبل الوقت. المهم واخا هكا قلت الحمد لله ولدي جا لهاد الدنيا وخلى راجلي السلاله وخلى معايا الوليدات. فرحت بزاف كوني انني ولدت مع راجلي. ونزيدكم واخا راجلي مريض مسكين كنحس بح في الخدمه صافي، حيت السيد مريض وخصو يعالج. قلت انا ما غادي ندير تفاني، غير غادي ندوزني المرحله ديال الربعين، غادي نحاول انني نتجمع مع راجلي ربما نحمل. وفعلا غادي نحمل المره الثانيه. هنا ولدي عاد كيرضع وانا لقيت راسي حامله، لقيت راسي حامله غادي نقطع الرضاعه. كلهم عيبوا عليا، قالك لهاش تبوضي تولدي، السيد مريض وما تعرفي فوقاش يموت وتبقاي حاصله انت في اليتامى، لا العائله ديالي لا العائله ديالو. قلت لهم اسيدي ماشي شغلكم، انا بغيت السلاله مع هذا السيد هذا، ولكن بقى الغيط على ديك الكرش. يلاه يلاه ما جيت نكمل 4 شهور في الحمله حتى كنطحت ليا. صافي هنا راه جيت ازمت الحاله ديالو، تازمت بزاف لدرجه انه مسكين ولا كيبكي الدم بدل الدمع، وكيقول لي انا كون حساب لي راسي مريض كاع ما نتوش بك ونجيبك تعذبي معايا. ولاو العائله ديالو دائما كيحقروني وكيعايروني، وكيقول لك من نهار شاف ما شاف الربح، حنا ولدنا كان مزيان بصحته بسلامته. المهم دازت الايام، رجع عمو للخارج. عمو بقينا تقريبا غير شي 6 شهور بحال هكا، وحنا يجينا الخبر باللي مراته توفات. مراته كانت دارت قصيده، كان متزوج بواحد الكاوريه، وكانوا هي ويا عاوتاني كيحماق عليها وكتحماق عليه، كانت عاجبه وكاع العائله كانوا كيعيبوا عليه. قالوا له الناس مزوجه بالمسلمين وانت يا داي وحده يهوديه. كان كيقول لهم ماشي شركم، راه اليهود هما نتوما. اما هذيك الله يعمرها سلعه، كانت نقداتو وعطاتو فلوس، دارت له الوراق. المهم والده معاه وليد وبنيه. صافي ملي ماتت مرتو بقات فينا بزاف. انا كنت كنعرفها الصراحه، حيت فاش راجلي تزاد عليه الحال مسكينه كان جات حتى تما، وكنت دورت معاه عطاتو شي مليون ونص فلوس هكا اورو مدتها له، قالت له هكا غير باش تعاون راسك شويه وصافي. المهم كانت مرتو الله يعمرها سلعه، جابها عرفني بها، انا ما كنتش كنعرفها وما كانوا عارفينها. صافي ملي سقنا الخبر بلي توفات بحادث سير بقات فينا. البنت كانت توفات والولد مسكين تخرط من ظهره، شحال هو كيعاني. صافي ملي هو دفن مرتو بنتو والولد كان شويه ولا له مزيان شويه، جابوه بطل المغرب. المهم جا فواحد الحاله ربي اللي عالم بها، كان مسكين مأزم حتى هو. جا لقانا حتى حنا مأزمين، راجلي طايح والله الجلد على العظم. سبحان الله العظيم داك المرض دغيا خدا منو حقه. المهم راجلي مسكين كل مره كيقول لك انا ما غاديش نعيش، انا غادي نموت. كنت كنقول ليه شوف الموت راه بالاجل والحياه بالاجل، ما تقولش هاد الهضره، وانا معاك ان شاء الله حتى يدير لك ربي شي تاويل ديال الخير. هي هذيك جا عمو ملي لقاها هكاك مزير قال لي نوض غادي نديك معايا للخارج باي طريقه. نوض مسكين كيجري من هنا لهنا، المهم دار له واحد الدوسي ميديكال غادي يديه لاوروبا يتعالج. قال لي انا اللي غادي نتكلف فيك وانا اللي غادي ندير لك كلشي، انت غير تبعني. فعلا غادي يدير لراجلي كلشي، داه معاه لاوروبا بدا كيعالجو تما، ولكن ما جابولنا من تما حتى جابولنا في الصندوق. راجلي غادي يكتب له الله وغادي يموت في ديك الارض السعيده. راجلي تقريبا دار الحصه الاولى تما، الثانيه الثالثه صافي، حيت هو كان واصل لواحد المرحله خايبه ديال المرض. معيط عليا انا يا عم راجلي وقال لي بلي فلان توفى، ان لله وان اليه راجعون. كنت واقفه وطحت، طحت من الوقفه ديالي. بقى فيا راجلي بزاف، ما نكذبش عليكم، كنت مولفه وكنت كنبغيه وكنحماق عليه وما تصورتش حياتي بلا بيه. فاش جابو عمو في الصندوق لمت عمو بزاف وقلت له حرام عليك، وحشومه عليك ضيعتيني في راجلي، يا ريت تكون خليتيه معايا هنا يموت لي على كتفي. حيت هما فاش جابوه ما خلاوناش نشوفوه، يعني جابوه ديرك دفنوه، وكانوا جابوه عمو بالفلوس، تكلفلو بزاف ديال المصاريف باش قدر يجيبو. المهم انا كتكلم عمو بزاف، عمو كان كيشدني ويشد ليا في يدي ويقول لي سمحي ليا، انا حساب لي ما غاديش يموت، كون حساب لي يموت كاع ما نديش، انا كنت ناوي الخير وبغيت نعالجو لوليداتو. المهم ولا كيحس بالذنب من الجهه ديالي. دوزنا العزو ديال راجلي، ما نكذبش عليكم لهلا يوريكم عزو. عفتو امو كانت غادي تقتل راسها، عفتو خواتاتو بغاو يهبلوا عليه، ولاو كيعايروني انايا كيقولوا لي من نهار شافك ما شاف الربح ديما معايريني. صافي دازت 40 قالوا لي جمعي حوايجك وسيري بحالك. قلت لهم فين غادي نمشي؟ قالوا لي سيري بحالك، حنا صافي ما بقى عندنا ما نديرو بك، كل مشروك راه حنا فرقناه. جا عمو قال لهم زعما حشومه عليكم، هذه راها مرت ولدكم المرحوم، وهذا الولد راه ولدكم، وهذا الولد لمن بغيتو ترميوه؟ قال لي قالوا لي ها سيدي حنا تعطينا ولدنا وتمشي الله يعاونها. قلت لهم كيفاش نعطيكم ولدي؟ قال لك هذا الولد انت ما ولدتيش من الهوا، هذا الولد ولدتيه من ولدنا، وحنا بغينا ولدنا يبقى معانا. على فين بغيتي تدي؟ بغيتي تمشي تجيبي له راجل اخر تزوجي به؟ قلت لهم انا ما يمكنش نعطيكم ولدي، نعطيكم عيني نحطهم ونمشي، وما نعطيكمش ولدي. واش نتوما حماقيتو ولا تسطيتو؟ وقلت لهم انا اصلا لا قبلتو بيا هنا معاكم، انا ما نتزوج ما حتى شي حاجه، انا معاكم، انا غادي نبقى عايشه على الذكرى ديال راجلي. قال لك لا لا غير هضره وكلام، وغيجي واحد الوقت اللي غادي تبغي تزوجي وانت اصلا باقا صغيره.
غتقدري تبغي تمشي ديري حياتك، قلتليهم والو هاد الهضره ما كاينش منا، انا راني معاكم ونقدر نكتب معاكم ورقه التزام على انني ما نتزوج ما ندخل عليا راجل، انا راني معاكم حسبوني بنتكم وانا نحسبكم عائلتي وها الولد يتربى بيناتنا. ما بغاوش، قالك لا الا ما بغيتيش تعطينا الدري بالخاطر غادي تعطيه بالسيف. جا هاد عمو الصراحه دافع عليا، قال لهم حشومه عليكم هادشي اللي كديروا فيه راه ماشي معقول، هاد السيده ما شفتو منها غير الخير، وكيف ما كان الحال كانت عزيزه على المرحوم، يعني هو براسو ما غاديش يكون هاني في قبره، خليوها ها هي معاكم طريف الخبز راكم كتاكلوا مجموعين. واصلا داكشي اللي خلى راجلها وهي تنطق امه، قالت له راجلها ما خلى والو، انا كنت عارفه راجلي كان مخلي شي حاجه ديال الفلوس، واخا الصراحه كنا خسرنا منها ولكن كان باقي عنده، وهادشي قالوا لي قبل المسكين ما يموت، قال لي راه عندي القد والقد، غير هو كانت عنده في البنكه بسميه ديالو. المهم اش غادي نقول لكم، نادو حاربوني كلهم حتى جراو عليا، ما حمد الله وشكره حتى جراو عليا، قالوا لي سيري بحالك، ولكن بيني وبينكم ما عطيتهمش ولدي، قلت لهم انا الا نمشي بحالاتي راه ولدي ما غاديش يبقى معاكم، فين غادي ندي ولدي وغادي نمشي لدارنا. بيني وبينكم ما كنتش مرتاحه نهائيا نجلس مع دارنا، حيت امي والوالد واخا تصالحوا رجعوا مع بعضياتهم، كان دائما بيناتهم النكير، دائما بيناتهم الصداع. لقيت واحد خويا تزوج، كان جاب واحد مشلق ما كانتش كتحمل فيا الشعره لا فيا ولا في ولدي، المهم لقيت بزاف ديال المشاكل. هاد عمو مسكين ما عمرو ما نساني، كل شهر كيصيفط ليا اللي كتب الله، ديما كيعيط عليا كيقول ليها سيري جيبي واحد البركه راني صيفطتها لك. في الاول ما كنتش كنبغي، ولكن بعد لقيت راسي مزيره، ولدي خصو مصاريف كيكبر والمصاريف ديالو كتكبر معاه. حتى لواحد الوقيته عيط عليا هاد عمو قال لي شنو كديري، قلت ليه راني غير في الدار شنو غادي ندير، قال لي بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع، قلت ليه اينا موضوع، قال لي المهم هاد الموضوع ما يمكنش نهضر معاك به في التليفون، بغيت ضروري نهضر معاك. هي هذيك تلاقيت معاه دار معايا واحد القهوه، مشيت عنده ديت ولدي في درعي ومشيت عنده، قال لي شوفي، قال لي راجلك راه خلى رزقو، ماشي نقولوا ما خلاش، راه خلى واحد الارض وراه خلى واحد المحل، من داك المحل الصراحه ما كان عندي عليه خبر، هاد المحل راجل كان شاري السيروس بشي 13 مليون وكان كاريه، ولكن ما عمره ما هضر لي عليه. قلت لي هادشي ما كاينش، قال لي راه كاين بالدليل والبرهان، قال لي سيري طالبي بالحقوق ديالك و الا ما قديتيش انا ندير لك محامي. وهذا قلت ليها سيدي انا ما خصني حتى شي حق، انا الحق اللي بغيتو هو يبعدو مني ويبعدو لي على ولدي، كنت خايفه من حاجه وحده انهم يديو ليا ولدي. قال لي ما تخافي حتى شي حاجه، محدني انا معاك ما تخافي حتى شي حاجه. هو قال لي هاد الهضره وانا بديت كنبكي. المهم قال لي شوفي بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع وخافت وحشمت وخافت تنويا عوجه ولا تفهميني غلط. قلت ليه غير شنو قول شنو كاين، قال لي واش تقبلي تزوجي بيا، قلت ليه ولكن، قال لي راه قلت لك واش تقبلي تزوجي بيا، قلت ليه ما عرفتش صراحه داك الوقت ما كنتش عارفه، جاتني في شكل انا راجلي كنت مازال صراحه كنبغيه، واخا توفى راجلي الله يرحمه مازال كنبغيه ومازال كنفكر فيه. قال لي يا شنو اللي ما عرفتيش، قلت له انا راجلي باقا كنبغيه والذكرى ديالو باقا مرسومه في الخيال ديالي وما عمرني غادي ننساه. قال لي نفس الشيء، انا مرتي مازال كنفكر فيها وما عمر غادي ننساها، انا بغيت نتزوج بك ننقذك من هنا بعدا على الاقل تمشي ليا تدي ولدك تربيه تما، وحتى الا ما بغيتينيش تقدري تطلقي معايا وتمشي تخدمي على راسك انا غير باش ننقذك من هنا. قلت ليه الا بغيتي تنقذني دير لي شي كونطرا ولا شي حاجه، قال لي صعيب الحال باش ندير كونطرا ونبقى نجري من هنا لهنا، الزواج غادي يكون ساهل غادي نتزوجوا انا وياك غادي نمشي ندير لك تجمع ونطلعك ومن بعد انت 6 شهور ولا طلعي ولدك. المهم قلت ليه انا ولدي ما نقدرش نفارقو، قال لي لا لا ما غاديش تفارقي ولدك، انا كنوعدك انك غادي تمشي انت وياه، حتى انا طلعتي درتي الوريقات ديالك وما طلعتيش مثلا ولدك وما تقتيش فيا راه تقدري تهودي لعند ولدك انا ما غاديش نشدك معاه. قال لي اصلا ديك الارض راه فيها الحقوق ديالها ما تخافي حتى شي حاجه. المهم قلت لي خليني نفكر، تشاورت مع عمي قالت لي سيري تزوجي الله يسهل عليك، شنو بغيتي ديري تبقاي انت ومرسخوك متشادين شد لي نقدح عليك. قالتها للوالد قال لي بنتي اللي بغيتي احنا معاك، انا ما غاديش نحرمك من الزواج، والحي ابقى من الميت، راجلك توفى الله يرحمه ويوسع عليه، انت ما غاديش تبقاي حازنه عليه طول حياتك، وزايدون هانتي كتشوفي ولدك كيكبر والمصاريف ديالو كتكبر، وراكي كتشوفي حنايا ما متفاهمينش مع بعضياتنا. المهم لقيت راسي انني من الى خطاتني من هاد عم راجلي غادي نبقى هكا ضايعه، لا انا ولا ولدي. رديت عليه قلت ليه مرحبا بك، جا خطبني بلا الخبر ديال العائله ديال راجلي، حيت الا ساقوا الخبر ما غاديش يعجبهم الحال. المهم درنا انا وياه الكحل والبيض، عقدنا انا وياه في ظرف 15 يوم درنا واحد السويقه غير بيناتنا، اي واحد العشاء خفيف صافي هزني الداني، هو كانت عنده الظرف بني ملال، هزني الداني لبني ملال بقينا تقريبا شي شهر ونص.
قال لي انت دابا هانتي هالمصاريف ديالك انت ولدك هانتي عايشه كانت عند الدار تبارك الله فيها الثالثه. قال لي عايشه هانتي معززه مكرمه هنا بين ما درت لك التجمع ديالك وجيت نديك. قلت ليه واخا. مشى صراحه دغيا دار لي التجمع كان عنده هو الجنسيه حيت هذا من راجلي كان قديم تما ملي مشى كان في العمر ديالو 14 سنه وكان مشى غير حارب. المهم حياته عاشها كامله تما في اوروبا وكان تلقى مع هاد الكوريه هي اللي عاونته بزاف ديال الحوايج. كان مسكين غير تعالع وكانوا شدوه البوليس وكانوا بغاو يردوه لبلادو وهي كانت عندها واحد اليد كبيره تما وكانت ساعداتو باش جدد الوراق ديالو. المهم عاود لي عليها بزاف ديال الحوايج درتهم معاه هي الحوايج الزوينين بلا داكشي اللي كنت عارفه. عاود لي عليها شي حوايج انا ما كنتش عارفاهم. قلت هاد السيد راه فيه الخير صافي خلاني في المغرب اخواتاتي ومشى. مشى دار لي التجمع ديالي فعلا ما غاديش يكذب عليا. في ظرف 6 شهور ولا ما كاملاش هبط للمغرب قال لي يلا جمعي راسك راه غادي نجي نديك. فعلا جمعت حويجاتي. اما ولدي قال لي تطلعي انت عاد تديري له التجمع. عيطت الام ديالي قلت ليها اجي انت وبابا كلسوا لي هنا في الدار وشدوا لي الدري بين ما مشيت قديت له الامور. قال لك سيدي لا ما يمكنش حنا ما نخوش الدار جيبي الدري حنا نصبروا عليك بين ما قديتي له. فاش ديتو خويا ما عجبوش الحال قال لك لا لا دي ولدك معاك. قلت ليه خويا صبروا معايا غير لما انا نقد لولدي التجمع حيت هذا ولدي ماشي ولدو هو. فعلا مشيت فوق من نفس ديالهم خليت ولدي وبحال خليت عينيا. صافي مشيت نبدا حياتي من جديد ونزيدكم واخا انا وياه درنا واحد التصويديقه قلت لكم عشاء خفيفه بين العائله وتزوجت بيه ومشيت معاه لبني ملال. ما جلس معايا حتى دقيقه قال لي احنا ما نديرو والو هنايا حتى نمشيو ان شاء الله لاوروبا. المهم انا الدخله ديالي زعما معوله عليها غادي نديرها في اوروبا. انا هاد السيد تزوجت عليه او تزوجت بيه على سنه الله ورسوله يعني ما كنتش ناوي انني نتزوج بيه على المصلحه. صافي اخواتاتي ملي وصلنا لتما السيد عوض ما يجي يواسيني ويقول لي هانتي ما تخافيش وراكي معايا. صافي جابني للدار قال لي هانتي هاد الدار كلشي موجود وراني بزاف ديال الحوايج. قال لي ولا خصك شي حاجه عيطي عليا. قلت ليه على انت فين غادي؟ قال لي انا غادي للدار. قلت ليه اين دار؟ قال لي داري. قلت ليه وهادي ديال من؟ قال لي هادي داري. قلت ليه كيفاش عندك جوج ديور؟ قال لي ما تسوليش في شي حوايج. قال لي المهم هادي داري وهادي داري المهم انت شي حوايج ما تبقيش تسولي فيهم. قلت ليه ولكن؟ قال لي شنو ولكن؟ قلت ليه ياك حنا دابا تزوجنا ولا؟ قال لي فعلا تزوجنا. قلت ليه ولكن علاش غادي تمشي تعيش بوحدك وانا نعيش بوحدي؟ قال لي ولكن زواجنا كان غير زواج مصلحه. قلت ليه ولكن كيفاش؟ بقيت كنضحك. قال لي ياك فاش تزوجت بك؟ قلت لك راه غادي نقدك انت وولدك ما قلتلكش غادي نتزوج بك زواج عادي. قلت ليه ولكن انت راك طلبتيني؟ قال لي انا طلبتك باش تزوجي بيا وفعلا وكنقولها حتى انا دابا كنعترف بها ولكن هذا لا يعني انها يكون بيني وبينك علاقه. قلت ليه ولكن ما يمكنش. قال لي كنتي كنتي كتبغي راجلك ولحد الان باقا كتبغيه. قلت ليه ولكن راجلي مات الله يرحمه. قال لي راه مات ولكن في قلبك راه باقي حي. قلت ليه ولكن باش عرفتيها؟ قال لي حيت انا مراتي ماتت ولكن باقا حيه في قلبي راه ما يمكنش انا نبدلها بشي مرا اخرى كيف ما بغات تكون. قلت ليه ولكن علاش دير لي بحال هكا؟ قال لي شوفي بنت الناس انا ما درت لك والو انا كنت كنحس بالذنب كوني انني جبت راجلك لهنا وبحال مات هنا يبقى فيا الحال وزتي انت كتلوميني وباش انا نصحح الغلط ديالي انا جبتك تنقضي راسك تنقضي ولدك وانا معاك حتى تجيبي ولدك وتخدمي وتوقفي على رجلك عاد داك الساعه نطلق صراحك. اما باش تكون بيني وبينك علاقه زعما هادي ما تحلميش بها. صراحه صدمني واحد الصدمه ديال عمري ما نكذبش عليكم البنات. سنوات وانا مزوجه بهذا السيد وما بيني وبينه حتى شي علاقه بالخصوص فاش ساقوا العائله ديالو الخبر انه تزوج بيا كاملين كثروا قللوا عليا وردوني كنت معاه على علاقه ملي كان الزوج ديالي المرحوم الله يرحمه في الحياه وتصوروا زادوا من راسهم وقالوا هو ده الخارج قتلو تما بالعاني باش ياخذك انتيا. المهم قالوا بزاف الهضره ولكن انا ما ديتهاش فيهم. انا المهم داكشي كامل كيقولوا فيا ما فياش والله ياخذ فيهم الحق كاملين. دابا خواتاتي هاد السيد هذا فين ما كيقول لي الا بغيتي ديري حياتك ممكن تزوجي انا نطلق صراحك وتزوجي. كنقول ليه لا انا بلا ما تطلقني حنا عايشين انا وياك كمزوجين. مع هو رافض الفكره الزواج تماما وحتى هو ما ساخيش بمراته لحد الان كيبكي عليها. حاولت ندير المستحيل باش نتقرب منه وباش نكونوا انا وياه اسره لانني فعلا لقيت راسي كنبغيه. وخرج لي الصراحه لحد الان ما حيدتوش من الذاكره ديالي ولكن كيبقى واحد الانسان من الماضي ديالي. صافي عشت معاه اللي قسم الله ولدت معاه الوليد الحمد لله ولكن هاد السيد هذا كيتعامل معايا زوين ما عمرو قلل مني وما عمرو نقص مني بالعكس دائما دايرني فوق راسو. ونزيدكم قدام الناس كيقول لهم مرتي وحبيبتي ولكن اللي بيني وبينه والو ما كاين حتى شي حاجه كتجمع بيناتنا. راه ما عمرو في حياته ملي تزوج بيا عمرو شركنا الفراش ولا نعس حدايا ولا
حتى قال لي شي حاجه اللي كيقولوها الازواج للزوجات ديالهم، ولا حتى الممحلي ولو باشاره. انا هادشي اللي قدني ما قديتش نطلق منه. دابا حاليا تعرفت على واحد السيد، هاد السيد قاوري مسلم، حتى هو كان زوج بواحد الجزائريه وطلقت هي وياه، عنده معها وليد. قال لي انا مستعد ندير اي حاجه على قبلك، هذا هو الانسان الوحيد اللي معاوده له كاع الاسرار ديالي، وقال لي انا مستعد نتزوج بك، ماشي شفقه عليك ولا شي حاجه، انا كنبغيك وعزيزه عليا، بالخصوص فاش عرف المشكله ديالي. وانا بيني وبينكم ما سخيتش بعم راجلي، هو كيبقى واحد الانسان اللي دار فيا الخير اه، ولكن انا بغيته وحبيته من كل قلبي، ولكن هو لا علاقه نهائيا. مشكل محلية، عييت ندير في المحاولات ولكن ما بغاش. وهذه هي قصتي اختي امينه، ونتمنى ان شاء الله تعرضيها في اقرب وقت. واش نبقى معه ونحاول معه، واش نبقى صابره حتى يدير ربي شي تاويل الخير بيناتنا، ولا صافي نطلق ونمشي ندير حياتي، حيت انا مليت الوحده وراكم عارفين الغربه صعيبه. كنهبط للمغرب مره في الوقت ما كنهبطش بزاف، داكشي علاش البنات انا دابا حيره من امري وخايفه. كنقول ربما عمو حشمان ولا خيفان ولا ما عرفتش، ولكن بعد المرات فاش كنهضروا انا وياه على هاد المسائل بحال هادو كيقول لي شوفي انا وياك ما عمر تكون بيناتنا شي حاجه، غير ما تحلميش، وهادشي اللي كاين. شكرا لك اختي امينه، الله يشافيك وبسلام عليكم. وكانت هذه القصه ديال هاد السيده هذه اللي جات عاودتها لينا مع عم راجلها. سبحان الله العظيم، كل واحد وكيفاش دار فيه الله، كل واحد وشخصيته. انت ما عندك علاش تبقاي انت مضيع سنوات من عمرك مع هذا السيد، ربما حتى انت كتحسي معاه غير بالراحه حيت هو شفق عليك ووقف معاك في ايام الحزه. فمادام هذا السيد مواخدك ودالك الوريقات ديالك الله يجازيه بخير، ونقدك ونقدتي انت وليدك وراكي عايشه بخير وبسلامه تما، وكيقول لك الا بغيتي الحريه ديالك نعطيك، فمن الاحسن، انا كنقول من الاحسن خذي الراجل اللي يبغيك ماشي اللي تبغيه انت هي، باش تعيشي معاه مرتاحه. فما عندك علاش تبقاي تضيعي شي عام اخر من عمرك، صافي الله يجعل البركه، ضيعتي من عمرك بزاف فالله يجعل البركه. حاولي انك تفكري في راسك هاد المره، كوني انانيه وفكري في راسك، ما تفكريش في شي حد اخر. انا عارفك حيت كتفكري في راسك راكي باقا معاه، ولكن الا فكرتي في راسك نيشان مزيان غادي تفكري في افكار صحيحه، وغادي تجذبي لك راجل اللي كيبغيك ماشي اللي كتبغيه انت هي. هاد الشيء ما كاين، كنتمنى ان شاء الله يدير لك ربي شي تاويل الخير، ونتمنى ان شاء الله تعطينا مستجدات القصه ديالك وكاع الناس اللي حطوا القصص ديالهم. نتمنى ان شاء الله نسمع لكم كل الخير. شكرا لكم جزيلا، ما تنسونيش من الدعم ديالكم. الى ان القاكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.